السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا اليوم فيديو جديد على القناة، نتمنى هذا الفيديو تنال الإعجاب ديالكم إن شاء الله. اليوم غادي ندير معكم واحد الفيديو خفيف ظريف بالنسبة للبنات اللي كيكونوا عاد شراو ماكينات السورجي وما كيعرفوش كيفاش يركبوا الخيط إلا تقطع لهم، أو لا يركبوا الخيط من اول مره. غادي تشوفوا معايا كيفاش راكب الخيط. انا ما غاديش نركبه، ولكن غادي نوريكم كيفاش راكب، يعني من البلايص مناش دايز، باش تكون الصوره يعني واضحه وباينه، حيت تفرجت بزاف ديال الفيديوهات. ولكن الصراحه حيت كيكون الشخص اللي كيصور الفيديو كيكون كيصور بيد وكيدخل الخيط بيد، فما كيكونش باين الطريقه كيفاش ركب الخيط في الماكينه. هنايا انا غادي نوريكم كل خيط بوحديته. غادي نبداو على بركه الله. نبداو باول خيط اللي هو هذا، كيف ما كتشوفوا كيجي داخل من هنا، اللي هو هذا وهذا اللي كان جرده بيدي، وكيكون دايز من هنا من هاد البلاصة، هادي دايز من الفوق لتحت، وكيكون هابط كيجي عاود من هنا وكيخرج من هاد العوينه اللي قدام اللي هي هادي، وكيهبط هنايا في هاد العوينه، كندخلوه من الظهر وكنخرجوه يعني من الامام. كندوزو في هاد الصوناج هذا كيف ما كتشوفوا، وكنعاودو ندوزوه من هاد العوينه هادي اللي لتحت تحت الصوناج كيف ما كتشوفوا هنايا، ومن بعد ما كندوزو في هذه العوينه هذه اللي من تحت الصوناج كيف ما كتشوفوا هنايا، كندخلوه في هذه العوينه هذه وكيمشي هنا من هادي لهنا، ومن هنا هادي اللي نزل عليها هاد البنس او المنقاط ديال السورجي، وكنعاود ندوزوه من هاد العوينه هادي. كاينين هاد الحديده هادي فيها جوج ديال العوينات، كاينه واحده من لهي وواحده من هنا، ندوزو في هادي اللي من هنا ونعاودو ندوزو في هادي ونعاودو ندوزو في هادي هادي كيف ما كتشوفوا الخيط هو هذا، كندوزو في هادي، ومن هادي غادي نمشي مباشرة للكروشي. هنايا الكروشي ما كيبانش من هنا كيف ما كتشوفوا، كيبان من الجهه الاخرى اللي هي هذه، كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للكروشي اللي غندخلوا فيه الخيط هو هذا، وهذا كندخلوا الخيط في الظهر ديالو من هنا، من هذه الجهه هذه، من هنايا، من هاد الجهه هادي، من هنا كندخلوا الخيط من هاد الجهه وكيخرج هنا كيف ما كتشوفوا. وهنايا هاد الكروشي هذا فيه واحد الساقيه كنجروا معها الخيط اللي حتى يكون هو هذا، يعني راه الساقيه باينه، ها هو الكروشي هو هذا
هاد الكروشي هذا هو اللي دخلنا فيه الخيط من الظهر وجبناه مع الساقيه نيشان، وغندخلو هنايا في هاد هاد الرويس هذا. كاين واحد العوينه كندخلو فيها الخيط صافي، وكيكون الخيط الاول صافي، هذه المرحله الاولى ديالو يعني صافي تيكون ركب. كنجروه نخرجوه شويه لهنايا وندوزو للخيط الثاني. غندوزو للخيط الثاني اللي هو هذا، كيف ما العاده غندوزوه من هاد العوينه هذه للفوق، وغادي نهبطوه لهذا هنايا. دائما كنجيو من الظهر وكنجيو يعني كندوزو الخيط من الفوق لتحت، وكنجيبوه لهنايا لهادي كيف ما كتشوفوا من الفوق لتحت، وكنعاودو يعني هاد المرحله هادي كتعاود فحال الخيط الاول. كندوزو في هاد العوينه هادي وكندوزو في الصوناج. الصوناج راه كيكونوا جوج ديال الحديدات مع بعضياتهم على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كندوزو الخيط ما بيناتهم وكندوزوه في هاد العوينه هادي من الفوق لتحت، وكندوزوه عاود في هاد البلاصه هادي من الفوق لتحت. كندوزو في هاد العوينه هادي، ومن بعد هاد العوينه هادي، ومن بعد هاد العوينه هادي كيف ما كتشوفوا هنايا الاولى. يعني راه كاينين جوج عوينات، الاولى اللي من هنايا دوزنا فيها الخيط الاول، و اللي من لهيه غندوزو فيها الخيط الثاني، ومن بعد كندوزوها كندوزو الخيط في هنايا في هاد العوينه هادي، ومن بعد كنطلعوا الخيط لهنايا باش كندوزوه في الكروشي الثاني. غادي نوريكم هنايا من بعد الكروشي الاول باش يبان الكروشي الثاني. صافي هنايا كندخلوا الخيط، هنايا راه كاينه واحد العوينه من هنا وخارجه هنا، كندخلوا الخيط ديالنا من هنا وكنخرجوه من هنا، وكنمشيو مع ديك الساقيه كيف ما كتشوفوا هنا. كنمشيو مع ديك الساقيه ديال هاد الكروشي هاد حتى تنلقى واحد العوينه وكنخرجوا فيها عاود الخيط صافي، وكيسالي تدخل الخيط الثاني. دابا غادي ندوزو هنايا هاد المرحله هادي، سالينا منها كيف ما كتشوفوا، سالينا من هاد المرحله هادي، وغادي ندوزو نشوفو الخيط الثالث والرابع اللي كيمشيو يسالي التدخل ديالهم في البرا، كيكونوا هما شويه ساهلين ما فيهمش قوه. صافي هنايا كيف العاده بحال الاول والثاني، كان هذا هو الخيط الثالث. كندوزو هنا كنجيبوه من الظهر لهنا، وكنهبطو كنجيبوه لهنايا بنفس الطريقه عاود هنايا، وكندوزو في هاد العوينه هادي الصوناج. من الصوناج مباشره هنا ما كاينش هاد الحديده هادي اللي كاينه في دوك الاول، من هنايا للصون لهاد العوينه هادي، ومن العوينه للصوناج. بالنسبه لهاد الخيط الثالث فهو مثلا ما كاينش فيه هاد الحديده هادي، كيدوز مباشره من الصوناج لهنا كيف ما كتشوفوا. كندوزوه من العوينه الاولى كيف ما كتشوفوا، من هاد العوينه الاولى هنا راه كاينين ثلاثه العوينات، كندوزوه من العوينه الاولى اولا كندوزوه من العوينه الثانيه مباشره. كندوزوه من هاد العوينه هادي وكندوزوه هنايا في هاد العوينه هادي في هاد العوينه هادي كيف ما كتشوفوا، ومن هنايا كنلقاو واحد جوج ديال العوينات هنايا كندوزوه في الثانيه، ومن بعد ما كندوزوه في الثانيه كندوزوه من هنا في هذه
هذه كيف ما كتشوفوا، كاينه هذه وكاينه هذه. هذه كندوزو فيها الرابع ديال الخياطه، هذه كندوزو فيها الثالث ديال السورجي، وكنهبطو مع هاد الحديده هذه، كنجيو لها الطرف هذا وكندوزو. بغينا نحل لكم الصباطه باش يبان لكم. كيف ما كتشوفوا صافي، منين دوزناه هنايا كندوزوه هنايا في هاد الحديده هذه، وكنهبطوه للبره، البره اللي هي هذه، هاد البره اللي مواليه الموس هي اللي كندخلوا فيها الخيط الثالث. هذا بالنسبه الى كنتو بغيتو تخدموا غير السورجي بوحديتو بلا خياطه، يعني ما تخدموش كترفيل، غتخدموا غير طروافيل. صافي كتكتفيو بهاد الخيوط هادو. اما الا بغيتو تبقاو تمونطيو اولا تخدموا يعني تجمعوا البياسه بالخياطه وكلشي، فغنوريكم الخيط الرابع. وهنايا هذا هو الخيط الرابع، كيكون ماشي ديال النيلو، تيكون خيط ديال الخياطه، كندوزوه من هنايا من الفوق، تندوزو في هاد العوينه هادي، دائما كنجيو من الظهر وكندوزو هنا، ومن بعد كندوزو هنا، تندوزو في هاد الحديده هادي مباشره للصوناج او للميزان ديال الماكينه ديال الخيط اللي كيقاد لينا الخيط، وكندوزو في هاد الحديده هادي اللي فيها ثلاثه ديال التقيبات، كندوزو لهاد العوينه الاخرانيه الثالثه اللي من لهيه، هي اللي كندوزو فيها الخيط. من العوينه الثالثه اللي من لهيه كندوزو لهاد الحديده هادي، هنايا راه فيها واحد العوينه نوريها لكم اللي هي هادي، اللي هي هادي هادي، نتمنى تكون باينه. يعني هنا هاد الحديده اللي فيها ثلاثه ديال العوينات كندوزوها في الاخيره اللي من لهيه، وكندوزوها هنايا، ومن هنا مباشره كندوزوها في هادي، هادي الوسط هنايا. هاد الخيط الثالث راه كيدوز في هاد الكروشي هذا، غير فوق من الكروشي وصافي، ما كاين لا عوينه تما لا والو. هنايا كندوزوه في هاد العوينه الوسطانيه هادي، ما بين هادي وهادي كاينه واحد العوينه كيف ما كتشوفوا، اللي هي هادي، هي هادي، ومن هادي كندوزوه في هادي، كندوزوه هنا هادي، هادي راه فيها جوج عوينات، الخيط الثالث راه دوزناه في العوينه اللي من لهيه، والخيط ديال الخياطه دوزناه في العوينه اللي من هنا، وكندوزوه لهادي، هادي من هادي لهادي، ومباشره تنهبطوه مع هاد البلاصه هادي للبره الثانيه. دائما البره راه كتكون يعني عاطيه وجهها لهنا، كندخلوا الخيط من هنا للجهه اللي مليه صافي، وكيكون بهذا الشكل هذا. نتمنى تكون الطريقه مفهومه. الا كنتوا اول مره تشوفوا هذه القناه فما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش من جيم لا فيديو خليوا لي الاراء ديالكم في التعليق. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون كان مفهوم ويكون مرجع لاي بنت شرات سورجي او لا اي واحد بغى يركب السورجي او لا الخيط ديال السورجي وما عرفش. فالالات ديال السورجي كيكونوا كاملين السورجي ديالنا كيكون هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا.
هنايا راه كترفيه، هنا هذا الخيط الرابع كتجي فيه الخياطه هنايا كيف ما كتشوفوا. ولا بغينا نخدمو غير الطروافيل راه كنخدموه بهذه الطريقه، هذه كيكون على هذا الشكل. هذا هنايا راه الغرزه صغيره، داكشي علاش صغير.